في النشرة: شهيد آخر للجيش وجريحان في انفجار عبوة في جرود عرسال. الجديد في تل أم خالد: خط التماس في جرود رأس بعلبك. دورية الجيش اللبناني غادرت الموقع من هنا وذهبت وسلكت هذه الطريق الترابية. تشييع شهداء الأمس في بعلبك وعكار وجبل محسن. أهلا وسهلا يا شهيد، يا شهيد البطل، يا عريس. بغداد: سجد دليمي ليست زوجة البغدادي. أهلا بكم. بعد ساعات على سقوط 6 شهداء للجيش في كمين نصبته مجموعة إرهابية لدوريتهم العسكرية في جرود بلدة رأس العين، استشهد عسكري صباح اليوم وأصيب 2 آخران بجروح في أثناء الكشف على عبوة ناسفة عثرت عليها دورية للجيش في خلال تنفيذها مهمة تفتيش في منطقة جرود عرسال. والشهيد هو المعاون محمود علي نور الدين من مواليد كفر رمان. وتأتي هذه الاعتداءات بعد الكشف عن توقيف الجيش أحدى سيدات داعش سجد دليمي وآلاء العقيلي زوجة قيادي في النصرة. واليوم أعلنت الداخلية العراقية أن سجد دليمي ليست زوجة أبو بكر البغدادي. وذكر متحدث باسم الوزارة أن البغدادي متزوج باثنتين هما أسماء فوز الدليمي وأسراء رجب محل القيسي. سياسيا، دعا الرئيس نبيه بري إلى الالتفاف حول الجيش مشددا على وجوب دعم المؤسسة العسكرية بكل ما يلزم والإسراع في تزويدها بالسلاح والعتاد. ونقل النواب عن بري أن السير نحو الحوار الذي سعى إليه بين حزب الله والمستقبل هو بخير وأن الأمور ماشية في خطواتها التمهيدية للبدء به. أعلنت قيادة الجيش أن دورية تابعة للجيش عثرت في خلال تنفيذها مهمة تفتيش في منطقة جرود عرسال على عبوة ناسفة، ولدى قيام العناصر المختصة بالكشف عليها تمهيدا لتفكيكها انفجرت، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة 2 آخرين بجروح غير خطرة. قيادة الجيش مديرية التوجيه نعت المعاون محمود علي نور الدين الذي استشهد صباح اليوم من جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة عرسال، والشهيد من مواليد عام 85 كفر رمان قضاء النبطي، متأهل من دون أولاد وحائز أوسمة عدة، وتنويها العماد قائد الجيش وتهنئته. وفي رأس بعلبك يسود الهدوء الحذر، ونفذت وحدات من الجيش عمليات تمشيط في محيط الكمين الذي نصبته مجموعة إرهابية بالأمس. التفاصيل مباشرة مع زميلة نوال بري. نوال، هل تبينت أي معطيات أو معلومات حول تفاصيل الكمين الذي نصبه الإرهابيون بالأمس للجيش اللبناني؟ نعم كاترين، لربما الجولة الميدانية التي قمنا بها صباحا على موقع تل أم خالد كان كفيلا بمعرفة يعني تفاصيل ما جرى البارحة. نحن كان من المفترض أن نذهب في هذه الجولة البارحة يعني قبل هذا الحادث للاطلاع على ما جاء في صحيفة التلغراف عن وجود جنود بريطانيين يساندون الجيش اللبناني في هذه المنطقة، ولكن للأسف اليوم يعني كانت جولتنا للاطلاع على أمرين: الأول تفاصيل هذا الحادث، والثانية إذا ما صح وجود بالفعل البريطانيين، خاصة أنه بحسب ما يقال هنا على الأقل في الشارع أن سبب يعني هذا الكمين المسلح هو بعدما شاهد المسلحون تقرير التلغراف، ويعني هم يعتبرون أنهم يردون على البريطانيين. طبعا هذا هو كلام الشارع هنا. في هذه الجولة الميدانية كاترين، يعني كما تبين الصور، أن ما حدث البارحة هو أن دورية تابعة للجيش اللبناني كانت قد انطلقت من تل
تلأم خالد وهي الموقع الاستراتيجي للجيش اللبناني، وقامت يعني ذهبت بطريقها المعتاد في محاولة الوصول إلى تل الحمراء، وهي يعني الموقع الذي من المفترض أن يقوم به الجيش بكمين لمراقبة تحرك المسلحين. وهناك وأثناء محاولة الجيش الصعود إلى هذا التل كان هناك كمين مسلح قام يعني بإطلاق النار على دورية الجيش اللبناني. مصادر في الجيش اللبناني في الموقع أكدت للجديد أن هذا الكمين كان بالقرب من مزرعة موجودة في المنطقة، وبالتالي يعني تم توقيف الرعاة الموجودين في داخل هذه المزرعة، وهم موجودون الآن موقوفون الآن لدى مخابرات الجيش اللبناني طبعا لاستجوابهم فقط. كما قام الجيش اللبناني أيضا بالطلب من جميع الرعاة الموجودين مغادرة المنطقة فورا. يذكر أنه كان قد طلب من عدد أكبر بكثير في أيام سابقة المغادرة، اليوم منعا باتا أي من الرعاة بالتواجد في هذه المنطقة. أيضا كاترين يعني البعض كان يتساءل إذا ما كان الجيش اللبناني لديه يعني هذه الأبراج أو البرج الذي في داخله كاميرا ليلية ونهارية للمراقبة لمسافة 5 كيلومتر وأكثر وهي دقيقة، لماذا لم يستطع رصد تحركات هؤلاء المسلحين؟ هنا كانت الإجابة بأن هناك تلال كثيرة في هذه النقطة، وبين كل تل وتل هناك واد وهناك طريق قدم يعني فقط، وهناك هذه المناطق توصل المنطقة ببستان قدور والمرصد السوري وهي غير مرئية للجيش اللبناني، وهناك يتغلغل المسلحون. أيضا طبيعة الجرود هناك تسمح للمسلحين لربما بالتغلغل. أيضا كان هناك حديث عن أنه لربما كان هناك تواطؤ مع بعض من يدعي أنه راع في المنطقة سمح لهم بالمبيت عنده ربما، أو التسلل من خلال بستانه، من خلال عفوا مزرعته. كاترين الجيش اللبناني أكد لنا أيضا، ومصادر الجيش اللبناني أكدت لنا حرصها ويعني مراقبتها التامة في هذه المنطقة، خاصة أنها هذه التلة هي منطقة استراتيجية بامتياز للجيش اللبناني، وهو لديه يعني الجيش اللبناني يستطيع الوصول إلى كافة المناطق، وهو يستطيع أن يرى المسلحين، وهو يقول أنهم صحيح أنهم موجودون على خط تماس معه ولكن لا يستطيعون الهجوم لأن الجيش يراقب جميع المناطق، وهي تكون كالانتحار إذا ما قرروا خطوة كالهجوم على الجيش اللبناني. كاترين نحن أيضا وأثناء تواجدنا يعني كان هناك نوع من رصد لحركة للمسلحين في المنطقة، سوف نكون بتقرير مفصل عند الساعة 8 لمدى أهمية هذه النقطة ومدى التصاقها بالفعل بالمسلحين. كاترين. نعم نوال، ونحن سنستمع الآن إلى ما كنت قد أفدتنا به سابقا عند وجودك في مكان وقوع الكمين. في تفاصيل الحادث الإرهابي الأليم أن دورية الجيش اللبناني غادرت الموقع من هنا وذهبت وسلكت هذه الطريق الترابية والتي عادة ما تسلكها يوميا، ووصلت إلى بالقرب من هذه المزرعة التي نراها الآن أمامنا في الشاشة، وبعد أمتار قليلة تعرضت لكمين أثناء محاولتها الوصول إلى تلة الحمراء. وهذا التل يعني هو عادة ما يكمن الجيش اللبناني هناك، وله مواقع يعني يكمن فيها لرصد الإرهابيين، وهناك كان الكمين قبل وصولهم إلى التل. شكرا لزميلة نوال بري من رأس بعلبك. عائلة الجندي الشهيد محمد سليمان تنتظر جثمانه، ووالدته تطالب بزف ابنها بالزغاريد. وقع انفجار ضخم هز منزل السفير الإيراني في صنعاء، وقال مصدر أمني يمني إن عناصر يشتبه في انتمائها إلى تنظيم القاعدة. نعتذر عن هذا العطل التقني، وطبعا ستكون لنا عودة لاحقا إلى التقرير السابق. بلدة عياد تستعد بدورها لاستقبال ابنها الجندي الشهيد ربيع هدى. تستعد بلدة عياد لاستقبال ابنها الجندي الشهيد ربيع هدى الذي استشهد في جرود بلدة رأس بعلبك وسط أجواء من الحزن والأسى. عياد علقت اللافتات المرحبة بالشهيد، والنساء تحلقن حول السرير الذي جهز لاستقباله في منزل ذويه. شو بدك من أخي صغير ربيته عيدي من سنتين وكبرت أنا وياه سوا، روح خدته معي علمته ودرسته ورفوا على طول معه أنا. إيه؟ كان حس قلبه وكان عنده احساس على طول، بس اللي انا ما بخوف من الموت لانه هيك الله مقدر علي. لو ربيع ما تحكي هالحكي انت بدك مال كلمه موت اللي، بس انا ماني خوف، ليش بتبكي علي؟ لا تبكي. واستنكر الجميع الاعتداء الذي طال المؤسسه العسكريه.
وكانت قيادة الجيش قد نعت العسكريين الذين استشهدوا في جرود رأس بعلبك أمس في الكمين المسلح الذي تعرضت له دورية للجيش من قبل مجموعة إرهابية. والشهداء هم الرقيب الشهيد علي سعد يزبك من مواليد شمستار بعلبك، الجندي الشهيد مشهد عباس شرف الدين من مواليد المعلقة قضاء زحلي، الجندي الشهيد محمد علي سليمان من مواليد حنيد العكار، المجند الشهيد محمد حسين سليم من مواليد بوداي بعلبك، والمجند الشهيد ربيع حسين هدى من مواليد عيات عكار، المجند الشهيد علي أحمد محمد من مواليد حبشيت عكار. دعا الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش في المعركة ضد الإرهاب، مؤكدا أن ما يقوم به اليوم يشكل حلقة مهمة في صيانة الوطن وحمايته وتأمين استقراره ومناعته. مزيد من التفاصيل مباشرة مع زميل باسل العريضي. باسل، إذا ماذا أيضا في موقف الرئيس بري أمام النواب اليوم؟ يعني بالواقع كاترين، بداية الرئيس بري عمد إلى التطرق إلى موضوع الإرهاب، خصوصا بعدما يعني الحدثين الأخيرين أو الاستهدافات الأخيرة للجيش التي وقعت حوالي 7 شهداء بين الأمس واليوم، كان من الطبيعي أن يتطرق إلى موضوع الإرهاب كما ذكرت في المقدمة، إلا أن الرئيس نبيه بري زاد وأضاف على هذا البيان وشدد على ضرورة تزويد الجيش ودعمه بالكامل من ناحية السلاح والعتاد وبكل ما يلزم في مواجهة الإرهاب واستمراره في صيانة البلد وحماية استقراره. أما في الشق الآخر اليوم والمتعلق بالحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، الذي يعني يعتبر الرئيس نبيه بري هو عراب هذا التقارب أو هذه المبادرة، فقد أشار بشكل صريح وواضح على أن الأمور ماشية وحما كما جاء حرفيا في موقف الرئيس نبيه بري، على أن الحوار الذي سعى إليه بين تيار المستقبل وحزب الله بخير والأمور ماشية في خطواتها التمهيدية. يعني هذا هو الموضوع الأبرز على الساحة الداخلية اليوم يتعلق بالأمور السياسية، طبعا بعد الأمور الأمنية. أيضا يعني كان هناك بعض التصريحات لبعض النواب خلال خروجهم أو بعد خروجهم من لقاء الأربعاء. بعض النواب أشار صراحة على أن هذا الحوار قد يبصر النور بوقت قريب جدا، يعني خلال الأسبوعين المقبلين، خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، يعني بحوالي أول 15 يوم من هذا الشهر قد يبصر هذا الحوار النور بشكل فعلي وعملي. في هذه الأثناء يستقبل الرئيس نبيه بري النائب طلال أرسلان، الذي يتوقع أن يكون هناك له تصريح بعد هذا اللقاء. هذا اللقاء المستمر منذ حوالي النصف ساعة تقريبا ولا يزال مستمر حتى هذه اللحظة. على أي حال كاترين، أعتقد أننا سنستمع إلى أبرز ما جاء من بعض التصريحات لبعض النواب عقب خروجهم من لقاء الأربعاء النيابي. كاترين، أشهد بدور الجيش اللبناني وعم بيقوم فيه بموضوع الحوار، طبعا عم يصير الحوار الإيجابي وفق ما هو مرسوم له، وطبعا عم بيتم وضع اللمسات الأخيرة على جدول العمل. أكيد اللقاء سيكون قريبا، أقله يعني هذا الشهر، قد يكون خلال النصف الأول من الشهر، قد يكون يعني طبعا صار واضح يا مستوى سيكون برعاية دولة الرئيس، لأنه هو من بادر إلى مثل هذا اللقاء الحواري اللي بيعرف تماما أصدقائه واللي بيعرف انعكاساته الإيجابية على الاستقرار الوطني العام. تم الانتهاء من جدول أعمال هذا؟ عم يتم وضع اللمسات الأخيرة، طبعا بدأ الحوار الجدي حول جدول الأعمال من فترة. انتخابات الرئاسية على موضوع جدول الأعمال؟ كل الأمور مطروحة ستكون، ليس هناك من شروط يعني معروفة يعني للمواضيع الأساسية اللي فيها تداخلات على المستوى الإقليمي والمنطقة. بعتقد هذا الموضوع معقدة أكثر، الأمور الداخلية كل ما يهم لبنان والاستقرار الوطني العام وما يرخي بظلاله الإيجابية سيكون موضع نقاش. والآن عودة إلى التقرير عن عائلة الجندي الشهيد محمد سليمان التي تنتظر جثمانه ووالدته تطالب بزف ابنها بالزغاريد. أهلا وسهلا يا شهيد، يا شهيد الفطر، يا عريس، لو أنا عم زف ابني عريس يا هو. هكذا استقبلت والدة الجندي الشهيد محمد علي سليمان خبر استشهاده. انتظرت كما العائلة وصول جثمانه لتحتضنه في وداعه الأخير. زلقته عميت الله، زلقته لا يكون رجل.
الحزن لف جبل محسن، وفي منزل العائلة اجتمع أقارب أحباب محمد، وكل عبر عن ألمه على طريقته. هذا الشهيد باسم كل لبنان مخلص لبنان، وكلنا فدى لبنان وفدى الجيش. أنا بطلب من قوات الجيش يخذ لي بحق أخي، بيخذ بحق كل عسكري مات شهيد عن شهيد. الله يرحم شهداء الجيش، الله إن شاء الله يرحم يا أخي. ومن المتوقع أن تصل جثامي شهداء الجيش إلى الشمال بعد ظهر اليوم. أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أن المرأة التي احتجزت في لبنان ليست زوجة زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، مشيرا إلى أن المعتقلة هي إحدى الإرهابيات المطلوبات على خلفية قضايا في العراق وسوريا. كما نقل البيان عن مصدر في خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أن زوجتي الإرهابي أبو بكر البغدادي هما أسماء فوزي محمد الدليمي وإسراء رجب محل القيسي، ولا توجد له زوجة باسم سجد دليمي. نفى حزب الله في بيان الخبر الذي أوردته صحيفة النهار صباح أمس، والذي جاء فيه أن الحزب قايض أسيره مقابل سوري موقوف لدى جهة رسمية لبنانية، مؤكدا في بيانه أن هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا يمت إلى الواقع بأي صلة. بعد الإعلان، المطارنة الموارنة لتحزم الحكومة مسألة التفاوض. أهلا بكم من جديد. ناشد المطارنة الموارنة الحكومة حزم أمرها في مسألة التفاوض في شأن الجنود المخطوفين بالحكمة التي سارت عليها حتى الآن في هذا الملف، وأعربوا عن تضامنهم مع هؤلاء الجنود وأهاليهم، ودعوهم إلى التحلي بالصبر وضبط النفس حتى يتكامل حراكهم مع جهد الحكومة بغية نهاية مطمئنة للجميع. ويرون أن لا بد من تطبيق الخطة الأمنية على كل الأراضي اللبنانية، فلا أمن بالتجزئة أو التراضي أو بترك المجال للاستثناءات. وهم يدعون مجددا كل القوى السياسية والشعبية إلى الوقوف وراء الجيش اللبناني وتأمين كل ما يحتاج إليه من دعم مادي ومعنوي وسياسي، كي يتمكن من تأدية رسالته كسياج للوطن وحارس لوحدة اللبنانيين. سادساً، يناشد الآباء الحكومة حزم أمرها في مسألة التفاوض في شأن الجنود المخطوفين بالحكمة التي سارت عليها حتى الآن في هذا الملف، وهم يعربون عن تضامنهم مع هؤلاء الجنود وأهاليهم. اللواء جميل السيد في محكمة المطبوعات. عند الساعة 10 صباحاً حضر اللواء جميل السيد إلى محكمة المطبوعات كمدعى عليه في قضيتين، الأولى تحركت فيها النيابة العامة عفواً نتيجة ما صرحه جميل السيد في مؤتمره الصحفي في 12/9/2010، ورد فيه على اعتذار الرئيس سعد الحريري من سوريا والشعب السوري في جريدة الشرق الأوسط. وبالتالي كانت النتيجة أنه أنا عملت المؤتمر وكان المغزى تبعه توجيه رسالة له انه انت ما فيك تعترف للقوي واللي عندك مصلحه معه، واللبناني يلي انأذى بنفس القضيه ما تعبره، وما على القليل تقول اخطانا باتجاهك يا جميل السيد ويا ريمو عزار ويا علي الحج ويا مصطفى حمدان. النيابه العامه حولت الموضوع بحق عام، مع انه سعد الحريري منه رئيس جمهوريه، وبالتالي تحركت عفوا، ونحن ردينا بالمحكمه هون انه ما في مدعي شخصي. وقت ما في مدعي شخصي بقطع وذم وبتهديد وبهيدا، ما إلى حق النيابة العامة، ما إلى حق النيابة العامة إنها تتحرك عفواً. والثانية قضية قدح وذم رفعها ضده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نتيجة ما صرحه اللواء السيد في مقابلة على الجديد ضمن برنامج الأسبوع في ساعة في 17/1/2010، أي بعد أسبوع من مؤتمره الصحفي. وجوقة طويلة عريضة من جماعة تيار المستقبل وحلفائهم كيف هجم علي بسبب المؤتمر الصحفي، ومنهم سمير جعجع يلي هجم بمناسبتين على الموضوع وقال شهود الزور كذبة، ما في شهود زور وكلام من هالنوع. هيدا كان لي ردود على سمير جعجع بالموضوع هيدا، منها تأكيد مسؤوليته ببعض الاغتيالات والتفجيرات، وبالتالي هالعبارات هيدي زعجته لسمير جعجع وقوات لبنانية. ما فيها شتم، ما فيها قدح، فيها وقائع تاريخية. المحامي تبعه اليوم سليمان لبوس المحامي طلب تأجيل الجلسة، قال لأنه مش مستعد.
ووصف جعجع بأنه رجل وطني وعربي. أنا عم بيحكي سياسي، قلت له نحن ما عم نحكي سياسي بالجلسة، عم نحكي وقائع. أنتوا أسرتوا أمور أنا قلتها، أنا جاي ثبت لكم إياها، ما فيها لا تشهير ولا قطح ولا زام ولا نسبة جرائم. وطلب محامي سمير جعجع سليمان لبوس حضور السيدة منى الهراوي كشاهدة في القضية على سؤال من جورج صليبي يومتها، وحطيت واقعة يومتها لمنا فيها الرئيس الهراوي على موضوعه بمسألة الاعتقال، وصار يقولوا عم بتحاولوه عن ننسى المندلة وشي من هالنوع بالموضوع هيدا. فهو اليوم حب يفوت دغري على الموضوع، انه على الاساس مع انه ما قاله حق جاي يأجل، ما لازم يطرق صيري، فكره انه بهالعبارة هيدي بيخوفني عن موضوع انه بتراجع. طلب مقابلة انه تجي سيدي منى الهراوي كشاهد. قلت له انا للقاضي نحن ما كنا نجتمع انا ومشير رحباني مدير المخابرات او كل واحد منا لحاله، لما نقعد مع رئيس الهراوي وما تقعد معنا مرته، هو مدير مخابرة، مرته ما لها دخل بمكتبه بالموضوع هيدا. وبعد الجلسة وامام باب المحكمة اعترف محامي سمير جعجع بمميزات عند اللواء جميل السيد. أنا اللواء السيد لما عمل الأمن العام زمانة ما عادش دفعت ليرة بالأمن العام. وزير الخارجية جبران باسيل يعد أبناء الجالية اللبنانية في نيجيريا بالتعويض عن تقصير الدولة تجاههم. التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في لاغوس المحطة الأخيرة في جولته إلى غرب أفريقيا القنصل العام فيها ديما حداد، التي أقامت حفل استقبال على شرفه حضره حشد من الشخصيات. أنا برأيي أنه غربتكم بتستاهل أكثر من هيك، بتستاهل تتوظفتها نعمل فيها المشروع يلي هو لبنان، ويلي نحن هيك عم نطمح باهتمامنا بالاختراب أن نعمل مشروع اختراضي يعزز فكرة الدولة، طب نضل هيك مشاريع مفرقة حتى بالاغتراب. ودعا باسيل الجالية اللبنانية إلى المشاركة في مؤتمر الاغتراب السنوي الذي تعقده وزارة الخارجية والمغتربين في آذار المقبل. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم السفير المصري محمد بدر الدين زايد، وعرض معه الأوضاع العامة وسبل التعاون القائم بين السفارة المصرية والأمن العام. ثم التقى اللواء إبراهيم وفدا من نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة السيد نعيم صوايا، حيث استعرضوا معه أوضاع النقابة وقطاع النقل في لبنان. بعد الإعلان، الأزهر يواجه الإرهاب. أهلا بكم من جديد. انفجار يستهدف منزل السفير الإيراني في صنعاء وسقوط قاتلين وعدد من الجرحى. وقع انفجار ضخم هز منزل السفير الإيراني في صنعاء، وقال مصدر أمني يمني إن عناصر يشتبه في انتمائها إلى تنظيم القاعدة استهدفت منزل السفير بتفجير السيارة عن بعد. وأشار المصدر إلى أن السيارة كانت تقف أمام بوابة المنزل ولم تلاحظ قوات الأمن واللجان الشعبية المنتشرة وجودها، مرجحا قدوم السيارة إلى تلك المنطقة في الساعات الأولى من الفجر حيث كانت الشوارع خالية. ولاحقا أشارت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضي أفخم في تصريح إلى أن جميع أعضاء السفارة الإيرانية في صنعاء بصحة جيدة. انفجار كان فظيع، ما هوش يعني انفجار بس، هذا يعني انفجار هز الحي كامل، يعني حتى البيوت، يعني معظم البيوت تكسر الزجاجة والكل كبير. وجيت الماكينية اللي عندنا على بعد حوالي 300 متر ماكينية السيارة انفخخة، وبعدها خرجوا الموظفين أخليناهم من المبنى تضررت الحارق كامل، ما فيها البيوت هذه كاملة. وقد أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى مكان الانفجار. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف. بدعوة من الأزهر الشريف، افتتح إمام جامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يستمر على مدى يومين. ويشارك في المؤتمر عدد كبير من العلماء المسلمين من 120 دولة ومنظمة دولية وإسلامية ورؤساء الكنائس الشرقية وممثلين عن بعض الطوائف الأخرى التي عانت من الهجمات الإرهابية في المنطقة. وفي كلمة ألقاها الطيب، اعتبر أن مؤتمر الأزهر ضد الإرهاب يأتي في وقت بالغ الدقة والتعقيد والخطر المطبق على البلاد والشعوب الإسلامية الذي دهمها من الداخل والخارج. وأطلق الطيب نداء إلى المسلمين بالوثوق بالأزهر جامعا وجامعة. من هذا المنطلق أتوجه للمسلمين كافة طالبا إليهم
أن يثقوا ثقة مطلقة في الأزهر الشريف جامعاً وجامعة، فهو الأمين على تلقينكم أيها المسلمون، على تلقينكم أمور دينكم عقيدة وشريعة خالصة كما أرادها الله وبلغها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعيدة عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من جهة ثانية، أشار البابا توادروس إلى ما تعرضت له الكنائس في أغسطس عام 2013 من عمليات تخريب وحرق طالت العديد منها، مؤكداً أن اعتقادنا كان ولا يزال أن وطناً بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. كما ألقى المطران بولس مطر رئيس أساقفة بيروت للموارنة كلمة اعتبر فيها أن المسيحيين ليسوا أقلية في العالم العربي، وأن القرآن الكريم لا يتكلم عن الأقليات بل عن أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم أهلكم، وإننا طامعون بأن يكون لنا مكان في قلوبكم مثل ما كان لنا مكان في قلب الرسول العربي الكريم. هذا وألقى السيد علي الأمين كلمة اتهم فيها بعض الدول والأحزاب في خلق أجواء وظروف ساهمت في ظهور الجماعات الإرهابية. وقد ساعد على ظهور حالات التطرف في بعض المجتمعات هو الاستبداد الذي مارسته بعض الدول والأنظمة في شعوبها وتنظيم شؤون الأحزاب فيها بما في ذلك الأحزاب الدينية، وهذا مما جعل المناخ ملائما لولادة حالات التطرف. تجدر الإشارة إلى أنه تم استبعاد كل من قطر وتركيا من المشاركة في فعاليات المؤتمر. أكد رئيس السوري بشار الأسد في حديث إلى مجلة باري ماتش أن القول أن ضربات التحالف تساعد النظام السوري غير صحيح، وقال: نحن من نقود المعارك على الأرض مع داعش ولم نشعر بأي تغيير بعد ضربات التحالف، خصوصا وأن تركيا ما زالت تدعم هذا التنظيم. وأكد الأسد أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب من الجو ولا يمكن أن تحقق نتائج على الأرض إن لم يكن هناك قوات برية ملمة بتفاصيل جغرافية المناطق لتتحرك معها في الوقت نفسه. من ناحية أخرى، قال الرئيس الأسد إنه عندما يكون هناك حكومة فرنسية تعمل من أجل المصلحة المشتركة سنتعامل معها. وردا على سؤال، أوضح الأسد أن القبطان لا يفكر بالموت أو الحياة بل يفكر بإنقاذ السفينة، فإذا غرقت السفينة سيموت الجميع، وبالتالي فالأحرى بنا أن ننقذ البلاد. وأضاف: إن بقاء رئيسا ليس هدفا بالنسبة إلي، لا قبل الأزمة ولا في خلالها ولا بعدها، لكن نحن كسوريين لن نقبل أن تكون سوريا دولة دمية للغرب. هذا بكل وضوح أحد أهم أهدافنا ومبادئنا. أعلن مسؤول إيراني كبير أن بلاده لم تنفذ أي ضربات جوية ضد الدولة الإسلامية في العراق، وأن أي تعاون بشأن هذه الغارات مع أمريكا مستبعد تماما بالنسبة إلى إيران. وكان البنتاغون قد أعلن أن مقاتلات إيرانية شنت ضربات على تنظيم الدولة الإسلامية شرقي العراق خلال الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في مؤتمر صحفي: لدينا مؤشرات أن الإيرانيين شنوا غارات جوية بواسطة طائرات فانتوم F-4 خلال الأيام الأخيرة، ويعود إلى الحكومة العراقية وليس إلى الولايات المتحدة تنسيق الضربات الجوية التي تشنها دول مختلفة تشارك في التحالف الدولي ضد داعش. وأضاف كيربي: نقوم بمهمات جوية فوق العراق نجريها بعد التشاور مع الحكومة العراقية، ويعود إلى الحكومة العراقية أن تدير هذا الفضاء الجوي، مؤكدا أنه لم يتغير شيء فيما يتعلق بسياسة بلاده القائمة على عدم تنسيق أنشطتها مع الإيرانيين. رد قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف طلب شركة إبسوس منع بث تقارير على الشاشة الجديد، وعلل القاضي الرد بأن قانون المطبوعات وقانون العقوبات يوفران الحماية اللازمة عبر العقوبات الرادعة الواجب تطبيقها في حال التعرض للغير بشكل يتجاوز حرية التعبير، بحيث يكون التعرض بالشكل الذي تخشاه المستدعية ممنوعا أصلا بموجب هذه القوانين ومن دون الحاجة إلى استصدار قرار محدد. ويبقى لهذه الأخيرة توسل السبل القانونية المتاحة لها للرد أو التوضيح أو المداعاة أمام محكمة المطبوعات.
وفيما يتعلق بطلب سحب التقارير فإن المستدعية لم تحدد التقارير المذكورة ولم تبين ما تتضمنه من تعرض، بحيث يتعذر بت المسألة بحالتها الراهنة. تحالف إبسوس نيلسون العملاق والأول في العالم، هكذا ردت إبسوس يوم طالبتها 6 محطات تلفزيونية بالتوقف عن إدراجها بإحصاءاتها. ولكن من أين خرجت علينا إبسوس اللبنانية ورئيس مجلس إدارتها أدوار منى بهذا التحالف؟ دققنا في السجلات التجارية اللبنانية مرورا بالفرنسية فالهولندية فالإيطالية وصولا إلى بنما، ولم نجد هذا التحالف العالمي إلا في تقرير إخباري في الزميلة المؤسسة اللبنانية للإرسال. وقدمت نيلسون إبسوس نبذة حديثة ومعمقة عن منهجية نشاطاتها يلي بتمتد ل 85 بلد حول العالم. 83 دولة. هل خدعت إبسوس زبائنها بتحالف لا وجود له؟ أم أن الأمر أعقد وأخطر من خديعة الترويج لتحالف وهمي وتتعداها إلى شركات عائلية تتخذ شكلاً عالمياً؟ عزيزي المشاهد، اسمح لنا أن نتوجه إلى عزيز آخر. عزيزي المعلن، ركز فيما سنعرضه لك، وتذكر دائماً بأن بلورة الرأي العام أي Crystallizing Public Opinion هي غاية بعينها بالنسبة لك، وبأنها لا يمكن أن تتحقق في ظل الركون إلى معطيات شركات إحصاءات عالمية لا تستوفي الحد الأدنى من معايير حوكمة الشركات أي الكوبريت جوفرنس. على ما تقول اليوم شركة إبسوس العالمية على موقعها الإلكتروني وفي تقاريرها السنوية، فإن 3 شركات مسجلة في لبنان تعود ملكيتها بنسبة 51% لإبسوس الأم. فما هي هذه الشركات وكيف تسيطر فيها إبسوس الأم على 51% من الأسهم التصويتية؟ وما هو دور المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة إبسوس اللبنانية السيد إدوار منى؟ شركات إبسوس في لبنان 3: ستات التي أصبحت مؤخرا تدعى إبسوس وهي الشركة الأم في لبنان وتأسست عام 88، AGB ستات إبسوس وهي المعنية بالإحصاءات التلفزيونية وتأسست عام 99 بالتحالف مع شركة تام هولدينج، وإبسوس مينا وهي شركة أوفشور تضم شركات إبسوس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأسست عام 2009. كيف تسيطر إبسوس العالمية على هذه الشركات بما يتيح لها مراقبة أدائها؟ أكثر من 4 أسابيع ونحن نتعقب أصول هذه الشركات المربوطة بعضها ببعض على نحو بالغ التعقيد. بعيدا عن التعقيدات، يمكن القول أن بيت القصيد يتجلى في شركة ستات إبسوس التي تأسست عام 95 في فرنسا وتمثل الحلقة الوسطى التي يفترض أن تمتلك عبرها إبسوس العالمية القرار في الشركات اللبنانية. عام 2001 كان مفصليا يوم ارتفعت أسهم السيد إدوار منى إلى 49% من مجمل أسهم الشركة الحلقة الوسطى المسجلة في فرنسا أي إبسوستات، ولم تكن إبسوس العالمية أي الشركة الأم حتى العام 2006 تمتلك الأغلبية البسيطة في مجالس إدارة شركات إبسوس اللبنانية 3، فيما كانت الأغلبية البسيطة وتاليا السيطرة الفعلية في يد منى وعائلته في شركة ستات اللبنانية. دعونا نترجم: حتى العام 2006 لم تكن إبسوس العالمية تمتلك القرار لا عمليا ولا نظريا في الشركتين اللبنانيتين، ومع ذلك فإن الباعث على التعاقد مع الشركتين اللبنانيتين كان ينطلق من العلامة التجارية لإبسوس. ماذا عسانا نسمي هذا؟ مع العام 2006 امتلكت إبسوس العالمية من خلال إبسوس سات الفرنسية أغلبية الأسهم في السات اللبنانية، وهو الأمر الذي خولها تباعا امتلاك الأغلبية في شركة الإحصاء التلفزيوني AGB سات إبسوس، ومن ثم الأغلبية البسيطة أيضا في إبسوس مينا عام 2009. ما لفت انتباهنا من كل هذه الخريطة المعقدة أن السيد منى هو الذي كان يوقع عن شركائه في الشركات اللبنانية سواء قبل العام 2006 أو بعده، سواء بوجود توكيل أو من دونه، وهو الأمر الذي أفضى إلى اجتماعات مجلس إدارة وجمعيات عمومية هي بالحرف اجتماعات عائلية بين الزوج وزوجته أو الابن ووالدته. يا لها من شركة عالمية. أهكذا تدير الشركات العالمية شركاتها المحلية بالمجالس العائلية؟
يعني بأي حال من الأحوال ما فيك إذا عم توقع بالوكالة عن شركة أو عن شخص توقع بالأصالة. وفي ختام هذه النشرة إليكم تذكيراً بأبرز العناوين. كان في النشرة شهيد آخر للجيش وجريحان في انفجار عبوة في جرود عرسال. الجديد في تل أم خالد، خط التماس في جرود رأس بعلبك. دورية الجيش اللبناني غادرت الموقع من هنا وذهبت وسلكت هذه الطريق الترابية. تشيع شهداء الأمس في بعلبك وعكار وجبل محسن. أهلا وسهلا يا شهيد، يا شهيد البطل، يا عريس بغداد. سجد دليمي ليست زوجة البغدادي. شكراً وإلى اللقاء.